خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع اهم الاخبار والاحداث النهار اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري ودوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان الإصابة البيولوجية للمقتنيات الورقية وأثرها على صحة العاملين، وده الساعة 11 الصبح بقاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل. بتهدف الندوة لتوعية العاملين بمجال ترميم الوثائق بالإصابات البكتيرية وغيرها من أنواع الإصابات البيولوجية اللي بتصيب الوثيقة وكيفية التعامل معها مع مراعاة قواعد السلامة المهنية. النهارده لعشاق الكره المصريه موعدهم مع مباراه قويه في اطار الجوله 15 من عمر مسابقه الدوري المصري، هيلتقي بيراميدز مع فاركو الساعه 7 مساء. ولعشاق الكره الاوروبيه موعدهم النهارده مع مباراتين مهمين في اطار جوله الاياب من دور ال 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا، هيلتقي ريال مدريد الاسباني مع لايبزيج الالماني الساعه 10 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي الانجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي.